بسبب الانتشار السريع والملحوظ لفيروس كورونا، اتخذت السلطات المحلية في محافظة حضرموت قرارا بإغلاق جميع المنافذ الحدودية للمحافظة مع بقية المحافظات اليمنية، في حين تم تعديل إجراء الإغلاق خلال اليومين الماضيين بحسب التطورات المتعلقة بالانتشار أكثر، إذ تجري السلطة المحلية دراسة دقيقة لطبيعة وزمن الإغلاق ووقته يوميا. اضطرت السلطة المحلية بعد تزايد حالات كورونا هذا المرض الخطير الذي ابتلت به كل دول العالم تقريبا، ونحن كدولة متواضعة في كل الجوانب الأمنية والصحية والوقائية، وجدت نفسها السلطة المحلية مضطرة على بعض الإجراءات الاحترازية، وخاصة فرض حظر التجوال داخل المدينة لفترات محددة، وإضافة إلى أغلاق المنافذ البرية والجوية للمحافظة بشكل عام، إلا أن فيه بعض القصور وخاصة في حظر التجوال داخل المدينة ودخول بعض الوافدين من الخارج لقصر الوعي أو قصر الوعي الصحي لدى المواطنين واستهتارهم بالوضع الصحي، وبعض الأوقات الناس مكذبين بأن هذه الجائحة موجودة في حضرموت. إغلاق المنافذ إن كانت الشرقية اللي هي جاية من إن كانت محافظة المهرة أو إن كان من سيئون كريم ووادي دوعن، أو الغربية اللي جاية من عدن وشبوة وكذلك أبين والمناطق هذه، فللأسف الشديد حتى هذا الإجراء الذي تم لم يطبق بالشكل الذي نحن كنا متوقعين، فلذلك لا زالت الحالات توصل لدينا إلى مستشفيانا الهيئة هنا، محولة تكون من دوعن، تكون من عدن، تكون من شبوة. السلطات المحلية وهي تسعى إلى فرض العديد من الإجراءات الاحترازية تشكو من قلة الوعي لدى الناس وعدم تصديقهم حتى اللحظة بأن كورونا ينتشر ويتوسع، وهذه مشكلة. المنافذ الخارجية الأغلاق حسب الحالات الموجودة، حتى فيه الآن مؤشرات إذا كان زادت حالات هذا المرض يزيد الإجراءات وتشدد أكثر الإجراءات وتكون أشد، وفي حالة أنه يكون انفراج برب العالمين إن شاء الله وتكون الحالات الناس في غنى عن هذا الحظر، يعني ما فيها يعني مصلحة من السلطة المحلية أو إدارة الأمن أو النخبة الحضرمية في مضايقة المواطنين في معيشتهم وفي حركتهم وفي وظيفتهم، لا بالعكس، وإنما نتمنى كل خير الناس إذا في حالة أن هذا الوباء بدأ يتلاشى عن المنطقة على طول بيكون فك حظر والناس بيتشغلون وبيشتغلون بتعيد الحياة الطبيعية للمواطنين. احنا نعمل بالأسابيع القادمة أن يكون طبعا هذا الأمر الذي وضع ينفذ بصورة صحيحة، وإلا فإننا سيظل الوباء المنحنى الوبائي اللي هو نحن دائما متابعينه في صعود في صعود، والأمر بيكون طبعا لم ينفذ بحد ذاته. تعتبر محافظة حضرموت أول المحافظات اليمنية التي سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لكنها تمكنت من تجاوز الكارثة بشكل مبكر وفرضت الإجراءات الاحترازية اللازمة، وهي اليوم وبعودة الفيروس إليها من بعض المحافظات اليمنية الأخرى تريد أن تتجنب الكارثة كما فعلت أولا، ولكن هل سيتساعد الناس مع هذه السلطات ومع هذه الإجراءات؟ هذا هو السؤال.